نقول ازاي او نعرف منين لو عندنا النهم؟ او شراهة، او اللي هي الاسم العلمي بتاعها الـ binge eating disorder، عشان في ناس كتير قوي للأسف بتستخدم المصطلح بتاع الـ binge eating وفي الحقيقة هم بيوصفوا اوفر ايتينج. سو في فرق ما بين ان حد بياكل بكميه كبيره وحد عنده بنج ايتينج ديس اوردر او عنده نهم في الاكل. اوكي، الفرق هو انه نهم في الاكل انا باكل كميه كبيره جدا من الاكل، سواء انا او شخص تاني، راجل، ست، طفل، كلنا بناكل. يعني لو حد اكل نفس الكميه كل مره هنقول انه لا دي كميه كبيره، مش مثلا لو راجل اكل الكميه دي هقول اه لا دي مناسبه لي، ولو ست اكلت نفس الكميه هنقول لا ده كتير. سو كل مره لازم تبقى حقيقي كميه كبيره قوي من الاكل. تاني كرايتيريا او تاني عنصر مهم عشان نقدر نقول ان هو بنج ايتينج، انه يبقى في فتره زمنيه قليله، يعني في خلال او في اقل من ساعتين، مش مثلا على مدار اليوم. وتالت حاجة ودي أهم حاجة، ده اللي بتفرق ما بين إن حد ممكن يزود في الكمية وحد عنده binge eating disorder، هو إنه مفيش إحساس بالسيطرة. يعني أنا مش عارفة أوقف أكل، كأنه بكون في حالة completely، أو يعني بكون في حالة تانية، أنا مش واعية. بيبقى فيه لا وعي وفيه عدم سيطرة كبيرة قوي على اللي بيحصل، أنا مش عارفة أوقف الأكل. ولازم ان الموضوع ده يتكرر كذا مرة في الاسبوع على مدار كذا شهر. يعني مثلا لو الحالة دي فعلا حصلت لي مرة في الشهر انا كده ما عنديش بنج ايتينج ديس اوردر، ولكن لو اتكررت والفترة دي فضلت على اتليست 3 شهور ورا بعض على الاقل مرة في الاسبوع، يبقى في الحالة دي هو البنج ايتينج ديس اوردر.